يا كافيا من استكفاه. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الوكيل وعلى آله الذي قلت له كما ورد في الصحيح: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. وقلت له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فكان أفضل وأكمل من توكل عليه ممن خلقه، ولذا أرسلته كافة للناس، فكان كافية له ناصحا وهاديا وشفيعا، فلا نبي بعده. فنعم المتوكل ونعم المتوكل عليه. صلاة نتوكل بها عليه في كل شؤوننا الظاهرة والخفية في الدنيا والآخرة، مفوضين أمرنا إليه. فكن حسيبنا وكن كفيلنا يا نعم الوكيل ويا نعم النصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم يا قوي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القوي وعلى آله الذي تبرأ من حوله وقوته إلى حولك وقوته، فكان بك يواجه الأعداء ولو منفردا. ولذا قلت له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وجاهد بك وفيك بدليل: فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صلاة تحققنا بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، فنملك أنفسنا عند الغضب، ونقوى بك على طاعتك ومجاهدة نفسنا وأعدائنا، فنتحقق بوصفنا وضعفنا، لتمدنا بوصفك وقوتك، فلا غالب إلا أنت، يا قوي يا متين يا عزيز. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الكتاب منازل السائرين إلى الحق عز شأنه لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي الفقيه الحنبلي المفسر الصوفي المتوفى سنة 81 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحاء الدارين آمين. المجلس 18 في الكتاب باب الاستقامة، وهي من أبواب قسم المعاملات. باب الاستقامة. يقول الأولياء: كن صاحب استقامة ولا تكن طالب كرامة. كن صاحب استقامة ولا تكن طالب كرامة. فهناك من يعبد الله ليحدث له الكرامات ولتخرق له العادات، فهذا يطلب الاستقامة لحفظ نفسه لا تعبدا لأولاده. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه عنه ثوبان، قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا، يعني لم تستطيع أن تستقيم بحق الاستقامة، ولكن بقدر طاقتك استقيموا ولن تحصوا. إن خيرا، واعلموا أن خير دينكم الصلاة. خير دينكم يعني خير أعمالكم. اعلموا أن خير دينكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا منه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير دينكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لا يسأل عنه أحد بعده، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ولعظم الاستقامة جعلها الله سبحانه وتعالى مطلوب العباد في كل صلاة، في كل ركعة، في فاتحة الكتاب. فلا يصلي مسلم أي صلاة ولا أي ركعة إلا ويقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني اجعلنا مستقيمين. فطلب الاستقامة في كل صلاة تصليها، فريضة كانت أو نافلة، طول عمرك لعظم هذا. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
قال الله تعالى فاستقيموا إليه في سورة فصلت فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وكأن عدم الاستقامة يؤدي إلى الشرك. شوف علاقة الآيات والكلام ببعضه. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فدل على أن الاستقامة تبعدك عن الشرك الأصغر والأكبر. قال الله تعالى فاستقيموا إليه. شوف إليه مهمة كلمة إليه. قوله إليه إشارة إلى عين التفريق. يعني استقم إلى الله وحده ولا تستقم إلى الله من أجل رغبة ولا حتى أجر في الآخرة أو حتى دفع مكروه في الدنيا. تستقيم إليه مطلقا زي ولا يشرك بعبادة ربه أحد، نفس المعنى. على شكل إليه إشارة إلى عين التفريد. عين التفريد جاية من إيه؟ عين التوحيد. وعين التوحيد جاية من عدم مراعاة غير الله. في دينك لا تراعي إلا الله، حتى لا تراعي نفسك، حيث أنه في المقامات العلى تجد أن نفسك بالله في الحقيقة، فأنت قائم به لست قائما بنفسك، وبالتالي لا تستقم له لحظ نفسك، حيث أن نفسك لا وجود لها في الحقيقة. لولا الله ما وجدت، ولولا قيومية الله بها ما قام. وبالتالي لا توجه استقامتك لأجل نفسك، لأنك قد وجهتها لمعلوم، ولكن وجهها إلى موجود حتى يكون لها وجود. عشان كده قال إيه؟ كلمة إليه إشارة إلى عين التفريد. والاستقامة روح تحيا بها الأحوال كما ترجو للعامة عليها الأعمال. الاستقامة روح الأحوال، يعني أي حال لك بغير استقامة فاعلم أنه كالميت، وإكراه الميت دفن، يعني لا يثبت. الإنسان بغير روح، هل هذا الجسد بغير روح له قيمة؟ أقرب الناس إليك يكون أحرص الناس على مواراتك. وبالتالي الروح هي التي تجعل للأشياء قيمة، وكأن الاستقامة هي روح الأحوال، فتجعل الأحوال التي يقيم الله فيها قلبك لها قيمة يحيا بها القلب. عشان كده اللي هي روح تحيا بها الأحوال كما ترجو للعامة عليها الأعمال. والعوام لما يستقيموا يكثروا من أعمال الطاعات. ترجو عليها الأعمال، كلما استقمت مع الله كلما أكثرت من الطاعات. عشان كده شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ استقيموا ولا تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. كأنك إذا استقمت تكثر من الصلاة، يبقى هترجو عليها الأعمال. وعلشان كده المستقيم يكثر من أعمال الصالحة، وهي يعني الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق ورواب الجمع. التفرق هي رؤية السبب والمسبب، فين؟ اسم التفرق. رؤية الخالق والمخلوق، رؤية الفاعل والأثر، ده اسم التفرق. شايف ايه؟ هناك خالق ومخلوق، يبقى في فارق بين الخالق والمخلوق. شايف ان هناك سبب ونتيجه، فاهم؟ فالتفرق هي رؤيه السبب والمسبب والخالق والمخلوق والفعل والفاعل، هو ده اسم التفرق. وهذا التفرق يستدعي نوع من التشتت، وكأن المسألة إثنينية، والحقيقة أنها لا إثنينية بل هي واحدية. فالفاعل الواحد هو الله، والله خلقكم وما تعملون. فالفاعل هو الله الحقيقة. وبالتالي يبقى التفرق أو
أو وهاج التفرق على هؤلاء الوهاج الأمور المنخفضة، الأرض المنخفضة. لما تكون أنت ماشي في أرض منخفضة يبقى أي شيء أمامك يحجبك عن اللي أمامك، أي طل رمل حتى خليك مش شايف اللي وراك طالما أنت في حفرة، ماشي في حفرة، عايش في حفرة. أدي الوهاج، فيسموها وهاج التفرق. لماذا؟ لانشغالك بالسبب عن المسبب، وبالخالق عن المخلوق، وبالفعل عن الفاعل، وبالأثر عن المؤثر، فمشغول. وبالتالي هذا الشغل يكون حاجبا لك عن رؤية الحقيقة. أما الجمع فرؤية الحقيقة، قل الله وذرهم في خوضهم يلعبون. الفاعل هو الله، والخالق هو الله، ولا شيء معه، يبقى ده اسمه الجمع. فأينما تولوا فثم وجه الله، مهما تعددت المظاهر فالظاهر واحد، يبقى ده اسمه الجمع. يبقى الجمع أن ترى المسبب بلا سبب، وأن ترى الفاعل بلا فعل، وأن ترى الخالق بلا خلق. فهمت؟ يبقى وبالتالي جعل الجمع رابية مرتفعة، لأنك إذا ارتفعت تستطيع أن تستكشف أمامك الطريق إلى ما لا نهاية. فجعل الجمع لأنه هو عين الحقيقة، جعله على مكان مرتفع. فالاستقامة هي بقى البرزخ بين ذوين، والبرزخ هو الحد الفاصل بين شيئين. يبقى الحد الفاصل بين شيئين يسمى برزخ، مش كده برضه؟ يقول ايه؟ وهو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. يبقى البرزخ حد فاصل بين شيئين. فبيقول الاستقامة دي هي البرزخ بين انشغالك في الأسباب كالعبادات مثلا، وبين الجمع بحيث أن تجمع همتك على الله، فلا ترى في الآخر أنه هو الموفق، إلا أنه هو الموفق وهو الفاعل، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنك لم تفعل شيئا، بل فعل فيك وفعل بك وأنت لم تفعل شيئا. فالجمع لا تنسب لنفسك ما ليس عندك، ما لا تملكه، أنت لا تملك نفسك ولا وقتك ولا قوتك، فكيف تنسب لنفسك عمل؟ والعمل يحتاج قوة، والحقيقة أن القوة من الله. فهمت بقى؟ فإذا استقمت كانت الاستقامة دي برزخ بين حال التفرق، بين رؤية الأسباب والشرائع والأحوال المختلفة، وبين الجمع وهي رؤية الله الذي هو وليس شيء معه سبحانه وتعالى. يعني كأن الاستقامة إذا استقمت لك عينان، عين للتفرق وعين على الجمع، عين على التفرق لتلتزم بالشرائع، وعين على الجمع لتعلم أن الله هو الذي وفقك وأعانك وقواك وفعل بك وفيه. كيف؟ علشان كده سيدنا أبو الحسن الشاذلي كان بينصح سيدنا المرسى أبو العباس تلميذه ووارث حاله، كان يقول له إيه؟ اجعل الفرق على لسانك والجمع في جنانك. فين؟ اجعل الفرق على لسانك، يعني اذكره وعرف الناس به وحدد الناس اليه، ادي على لسانك، والجمع في جنانك، فتعلم انه ما فعل شيئا الا الله، وما تكلم الا الله، وما هدى الا الله، وما ارشد الا الله. فهم؟ يبقى اجعل الفرق على لسانك والجمع في جنانك. ده كلام مين؟ سيدي ابو الحسن الشاذلي لسيدنا المرسل العباس عندما كان يورثه حاله. وعشان كده المدرسه الشاذليه هكذا، المدرسه الشاذليه كلها تقوم على الفرق في الايه؟ على اللسان، والجمع في القلوب والاحوال. فيبقى حالك من داخلك مجموع على ربك، وظاهرك في ظاهره يتعامل مع الأكوان، تتعامل مع الأكوان، ولكن بتتعامل مع الأكوان ولا ترى الأكوان بل ترى المكون، فترى الحق
في الخلق، اللي هو معنى وحدة الشهود اللي بيسموها العلماء ايه الصوفية، وحدة الشهود. فأينما تولوا فتم وجه الله، فأينما تولوا فتم وجه الله. علشان كده بيقول ايه، وهي أي الاستقامة برزخ بين وهاد التفرق، لأن التفرق وهاد لأنه فيه انشغال بغير الله من حيث المظاهر، ورواب الجمع بحيث أنه إذا وصل للجمع مهما تعددت المظاهر فيجد الظاهر واحد. فهمت بقى؟ وهي على ثلاث درجات، زي ما قلنا في درجة المبتدئين ودرجة السالكين ودرجة الواصلين. الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الابتصار، يعني الإنسان في بدايته إذا أراد أن يستقيم لابد أن يجتهد في طاعة مولاه، ولكن باعتدال بلا إفراط ولا تفريط. يبقى لابد أن تكون مجتهد مقتصد، يعني مجتهد معتدل لا إفراط ولا تفريط. شفت أنت الصحابة لما أرادوا أن هم يعني يبالغوا في العبادة، فبعضهم قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال أنا أقوم الليل فلا أنام، والثاني قال أنا أصوم فلا أفطر، مش قالوا كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الاتصال الاعتدال، لأن الاعتدال يعينك على الدوام، إنما المبالغة لا تستطيع أن تداوم عليه. وأحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل. فأنت ممكن تبالغ يوم واثنين وثلاثة وشهر، لكن ما تستطيعش تبالغ عمرك كله، تعرفش. والنبي يريدك أن تعبد الله عمرك كله. وعلشان كده يقول لك إيه؟ الاستقامة في الدرجة الأولى هي الاجتهاد، يعني الحرص على الطاعة، وإيه؟ ومراقبة الله عز وجل في الاختصار. يعني ايه؟ في كمال الاعتدال بلا افراط ولا تفريط. لان لو فرطت تقع في ايه؟ في المحظور وهي المعاصي. ولو افرطت تقع في المبالغه، والمبالغه لا تستطيع ان تداوم عليها. فهمت بقى؟ ادي عشان كده يقول لك ايه؟ وهي اول حاجه الاستقامه على الاجتهاد في الاقتصار. يعني وتكون ايه؟ فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، مش كده؟ يعني عدم الغلو، عدم المبالغه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اقسم الا ينام وان يصوم ولا يفطر وان يقرا القران كل يوم، وكان شباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له لقد بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا، ولكن قم ونام وصم وأفطر واقرأ القرآن في شهر، قسمه على شهر، ألا أطيق أكثر يا رسول الله؟ قال إذن على 20، اختمه على 20 يوم. قال أطيق أكثر يا رسول الله؟ قال 10 أيام. قال أطيق أكثر يا رسول الله؟ قال 3 أيام، لا أقل من ذلك. شوف لما كبر سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص نادم بيقول يا ليتني أخذت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما لما كبر عجز ما بقاش قادر يعمل اللي كان بيعمله في شبابه. والنبي صلى الله عليه وسلم بينظر نظرة بعيدة، مش أنت تفرح بإيه؟ بثلاث أربع سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة شباب، وانت مكتوب لك عند الله هتعيش لما يبقى عندك 100 سنه ولا 80 سنه. وبعدين تيجي من كل ما تقر انك انت تلقى الله تقوم تقصر. فهمت؟ فالنبي مش عايز كده. يريد منك انك انت تواظب على اعمال معتدله بلا مبالغه حتى تستطيع ان تداوم عليه. لا يمل الله حتى تمل. يعني لا يقطع الله اجره حتى تقطع انت عمله. ونعوذ بالله من القطيع. عشان كده شوف كلامه هنا، المبالغه وحشه، ما شفناش حد بالغ واستمر. فهمت؟
لكن المعتدل يقدر يعيش طول عمره كده مواظب على صلواته، مواظب على السنن الرواتب، مواظب على قراءة القرآن كل يوم يقرأ جزء ولا جزئين، وماشي على كده طول عمره ماشي، مستطيع، سهل عليه. يبقى عشان كده بيقول لك أول حاجة الاستقامة على الاجتهاد، يعني الاستقامة أنا أقصد إيه؟ المداومة. على الاجتهاد يعني على الطاعة ومجاهدة النفس. في الاقتصاد في اعتدال. بلا مبالغة، بلا إفراط ولا تفريط. لا عاديا رسم العلم، لا عاديا يعني لا متعديا. رسم العلم يعني حد العلم، حد علم الشرع. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقيم في الليل 11 ركعة. تيجي انت تقول لا انا هخليهم 100 ركعة. لما تخليها 11 ركعة وطول عمرك تكذبهم تواظب عليهم 100 ركعة، حتى لو وظبت عليهم شهر اثنين ثلاثة مش هتعرف تواظب طول عمرك. فما تتعداش حد العلم. فهمت ازاي؟ لا تعتدي وتتعدى حد العلم، يعني ما رسمه الشارع. هو انت هتبقى اكثر اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا انا هصلي قبل الظهر 20 ركعه، وبعد الظهر 30 ركعه، وقبل العصر 20 ركعه. يا عم بهون على نفسي. هي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر 4 ركعات. لو مشغول شويه خليها 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. مشغول قوي طب خليها 2 قبل الظهر و2 بعد. تقدر تواظب عليها. انما تبالغ لا. فهمت؟ مبالغه حتى. عشان كده بيقول لك ايه؟ لا عاديا يعني لا متعديا. رسم العلم يعني حد العلم، العلم الشرعي. عشان كده لابد عشان تستقيم يبقى عندك علم شرعي، ما ينفعش الاستقامه من جاهل. فاهم؟ المستقيم الجاهل ده مش هيعرف حد الاعتدال. فيقعد يبالغ 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 لحد ما ينقطع. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مره في المسجد لقى حبل ممدود. قال حبل مين ده؟ قالوا له زينب تصلي في الليل فإن تعبت أمسكت به. قال اقطعوه فليعبد أحدكم ربه نشاطا. عايزة تنامي تمسكي بالحبل وتقعد تصلي وأنت عايزة تنامي؟ ما ينفعش. لو قدرت تعمل كده يوم واثنين وثلاثة مش هتعرف تعمل كده طول عمرك. فاهم؟ النبي ما كانش يحب المبالغة. لدرجة إن لما ذكر الخوارج ذكر مبالغتهم في العبادات. قال لك يحضر احدكم صلاته بجوار صلاه ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يبقى المساله مش كثره اعمال قد ما هو حسن العمل. ليبلوكم ايكم اكثر عملا ولا احسن عملا. وحسن العمل ان يكون مطابقا لحد العلم. فهمت بقى؟ يبقى لا يوجد استقامه بغير علم. حتى تصل إلى حد الاعتدال الذي يعينك على الدوام. فهمت بقى المسألة؟ لأن العبرة كلها أنك تعبد الله حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مش تعبد ربك 10 سنين من عمرك وبعدين قبل الموت بسنة ولا اتنين تبطل. ما ينفعش. فهمت بقى المسألة؟ لا عاديا رسم العلم يعني غير متعدي رسم العلم. رسم الشيء يعني حده وحكمه. ده رسم الشيء يعني حد العلم وحكم العلم. والعلم اللي هو ايه؟ العلم الشرعي. والعلم الشرعي اللي هو ايه؟ اللي هو سنة النبي وافعاله. يبقى لابد تتعلم سنن النبي وافعاله. لابد. مش هينفع تستقيم الا لما تتعلم الحاجات. ولا متجاوزا حد الاخلاص. وكمان في اثناء بقى العمل المعتدل ده بغير افراط ولا تفريط لابد ان يكون خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعه ولا حتى طلب اجر من الله عليه. فاحنا قايلين ما تبقاش ايه؟ كالاجير، علاقتك بالله كالاجير، اذا اعطاك الاجر انصرفت عن بابك. لا، كن دائما مداوما على بابك. الأجير يجي يخبط على بابك، اديته الأجرة يمشي. يعني أنت عايز تنصرف عن ربك؟ فاللي بيعبد ربنا من أجل الثواب إذا أخذ الثواب انصرف عن مولاه. فهمت؟ وبالتالي لابد ألا أن
تتجاوز حد الإخلاص في عملك، يعني لا رياء ولا سمعة ولا حتى ثواب في الآخرة ولا حتى نجاة في الدنيا. أنت بتعمل كده لله خالص، وبعد كده الأقدار بقى ترفعك تخفضك فهو الخافض الرافع، يعطيك يمنعك فهو المعطي المانع، يعزك يذلك فهو المعز المذل، ترضى معه على حيث أقام. فهمت بقى؟ مش بتعبده بشرط يديك فإن منعك تقطع. فهمت إزاي؟ بتعبده بشرط فقط إن يعافيك، فإن أمرضك قطعت. ما ينفعش. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن بيستمر في عبادته، يعني كأنه بيعبد ربنا على شرط، أنا هعبدك يا ربي علشان تسترني وعلشان تغنيني عن الخلق وعشان تعافي بلدي عشان تبارك في ذريتي. لما ربنا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يعني ربنا قال لك أنا همتحنك وقال لك الأسئلة بتاعت الامتحان كمان وقال لك الإجابة اللي المفروض تقولها، يعني بعد ده كله تبقى طالب بليد بقى، يعني لما تبقى أنت طالب وأقول لك المقرر والأسئلة والإجابات، وبعدين بعد كده أما أجيبها لك وأنت عارفها ما تجاوبش الإجابة، تبقى بليد ولا مش بليد؟ تبقى بليد. ربنا قال لنا كده حمتليك بإيه؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نقول إيه طيب؟ الذين إذا صارت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بيلقنك بيعلمك وبيقول لك أنا هعمل فيك كده وكده وكده، والدنيا دي دنيا مش دائمة مش مستمرة، ده هتعدي وتزول، هتعدي وتزول، مفيش شدة هتستمر ولا نعيم هيستمر فيها لأن هي نفسها فانية. فاهم؟ وبالتالي لابد انك انت توطن نفسك انك تعبد الله على كل حال. فهمت؟ ولا تكن كالذي يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، ان اصابته فتنه انقلب على ايه؟ خسر الدنيا والاخره. زي واحد مثلا يجي يصلي في الجامع طول عمره بيصلي في بيته، يقول لك لا انا هصلي في الجامع بقى. يوم يروح يصلي في الجامع اول مره يدخل الجامع يسرقوا جزمته. مش جاي تاني. يقول لك والله انا جاي تاني. طب ما هو ربنا يبعت لك حرامي لجزمتك دي بالذات علشان يبتليك، انت دلوقتي جاي تصلي في الجامع ولو اصابك اي سوء في هذه الطاعه هتنصرف عنها ولا هتضحي من اجل الدنيا وتواظب على طاعتك؟ بيختليك، ده بعت لك الحرامي ده مخصوص، ده وليك. فاهم؟ مش ناس بتعمل كده؟ دي ناس بتعمل كده. ما بيفهمش الاختبار. لازم تفهم ان ربنا هيختبرك. شوف ربنا بيقول ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم لنعلم الله من يخافه بالغيب. لان ربنا حرم صيد البر للمحرم. كويس؟ يوم ربنا بيقول ايه؟ وانتم محرمين انا هبعت لكم الصيد كده اهو قدامكم رايح جاي كده خيلكم. علشان يبتليكم ويختبر مين اللي هيطيع الله بالغيب ومين اللي هيصطاد. ساعة ما يفك إحرامه ما يلاقيش صيد خالص. يجي يقول لبيك اللهم لبيك، الغزالة راحة جاية خير. الله، يبقى ربنا بقى بيختبرك. خد بالك، هو باعت لك الغزالة دي عشان أنت هتصبر ولا مش هتصبر؟ هتمتنع ولا مش هتمتنع؟ أنت راجل بتحرص على رزق الحلال، يوم يضيق عليك ويوقعك في أزمة وفي ديون وفي حاجة شديدة، ثم تعرض عليك رشوة أو مثلا مال حرام في الوقت ده، فهمت إزاي؟ عشان يشوفك أنت هتنصاع ولا لا. أنا جوع ولا أكلش الحرام، أنت من أي نوع؟ يختبرك. فهمت بقى إزاي؟ لأن ربنا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه؟ لا يفتنون. لازم يختبرك يا أستاذ، علشان إيه بقى؟ عشان يميز المخلص من غير المخلص والصادق من غير الصادق. فهمت يا أستاذ؟ لازم تعرف ربنا بيتعامل معاك إزاي في الدنيا عشان تتعلم إزاي تتعامل معاه. فهمت؟ يعني ممكن يضيق عليك في الرزق مدة طويلة من عمرك ويفتح لك بعض أبواب الحرام في الطريق كده، وتبقى الدنيا كل ما تسلك طريق حلال تلاقيه مقفول، وتلاقي طرق الحلال الحرام بتقول لك تعال في الحضن، تعال في حضن.
ويشوفك انت هتتصرف ازاي يا استاذ. اذا نجحت في الاختبار وعرض عليك مره واثنين وثلاثه تبص تلاقي ابواب الحرم تتقفل وكل ابواب الحلال تتفتح، خلاص نجحت. بس يفتح لك باب تاني للاختبار، باب الستات مثلا، واحده ست تقعد تخيلك في الحرام، فهمت ازاي؟ وتعمل فيك حاجات وتبقى جارتك وشايفها ورايح جاي عليها وانت راجل متجوز وما يصحش. لو عفيت نفسك تبص تلاقي ربنا يصرف عنك، فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى يختبرك من العفه، يختبرك في المال، ويختبرك ايه؟ في الابناء كمان. ممكن يرزقك بابن عاجز ويشوفك هتصبر ولا لا، او ابن عاق يشوفك هتصبر عليه ولا لا، او ما يرزقكش بابناء اصلا ويحرمك من الابناء يشوفك هتصبر على هذا الامر ولا هتروح تاجر الارحام وتستعير مش عارف ماني من عند راجل تاني علشان تحمل بيه امراه. ما بيعملوا في اوروبا كده، ده عاملين بنوك ماني. ايوه يروح اي بتاع معمل يستبدع ويحط في البويضه، يعني يبقى كده خان. يضحك على مين؟ يضحك على مين ده الاستاذ ده؟ فهمت ازاي؟ حاجه غريبه. يعني ربك لابد انه هيختبرك، الخلاصه. وعلشان كده في الاعمال لابد ان تكون غير مفرط ولا مفرط. يعني لا تبالغ ولا تكون متسيب. وحد المبالغه من التسيب ايه اللي هتحدده لك؟ العلم. فلابد تتعلم العلم عشان اعرف انا كده مبالغ ولا كده مش مبالغ. فهمت؟ وبعد ده كله وانا بعمل الحاجات دي كلها لابد ان يكون نيتي فيها الاخلاص لله، لا رياء ولا سمعه في الدنيا ولا حتى طلب اجر في الاخره. شفت بقى؟ ادي المعنى. كل ده ايه؟ ده مقام المستقيمين المبتدئين. كل اللي بنتكلم فيه ده ايه؟ ده سنه كي جي 1 استقامه. فهمت ازاي؟ يعني المستقيم وهو لسه في الحضانه. لسه هيدخل بقى ابتدائي واعدادي وثانوي ان شاء الله بقى. مش كده وبس، ولا متجاوزا حد الاخلاص ولا مخالفا نهج السنه. مكرر ممكن لان هو قايل هتمشي على حد العلم. يبقى حد العلم معناه الا تخالف السنه، تعتبر فيها نوع من التكرار. ولا بأس من التكرار لأن التكرار يعلم الشطار. هو أصل يكرر علشان أحسن تنسى، لأن ساعات الكلام ينسي بعض البعض. فهمت إزاي؟ الدرجة الثانية اللي هي الدرجة الأعلى بقى، استقامة الأحوال. الأحوال دي قلبك شكله إيه وأنت في العبادة اللي بتعملها؟ قلبك شكله إيه؟ والأحوال اللي هتطلع في قلبك دي هتبقى شكلها إيه؟ فهمت؟ لأن كل عمل ثمرته الحال. فهمت؟ الأعمال تثمر الأحوال، والأحوال تثمر إيه؟ المعارف، والمعارف ترقي القلوب والنفوس إلى حضرة علام الغيوب. مش كده برضه؟ وبالتالي إذا استقمت على الأعمال نتجت الأحوال، فلا بد أن تكون الأحوال مستقيمة. يبقى أهل الأحوال هم أهل الأعمال التي تكون على رسم العلم والتي تكون فيها الإخلاص لله. هو ده عمل يثمر حال طيب في الأصل. إنما في ناس بتعبد ربها سنين طويلة وقلبه ما فيهوش أحوال. يبقى لازم نراجع أعماله، هل هي صحيحة؟ هل هي مطابقة لرسم العلم؟ هل هي فيها إخلاص؟ هل هي فيها إفراط أو تفريط؟ هل يسأل نفسه أسئلة كتير علشان شايف نفسه ما ارتقاش؟ زي واحد قاعد يزرع 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 ومش لاقي ثمر يثمر. يبقى اكيد انا بزرع غلط، اكيد انا ما برويش الزرع بطريقه صح، اكيد يبقى يتهم نفسه. فهمت بقى؟ يبقى الدرجه الثانيه، الدرجه اللي هترقيك بعد الاعمال ايه؟ الاحوال، وهي ثمره الاعمال. استقامه الاحوال، وهي اول حاجه بقى ما يبقى حالك مستقيم ايه؟ شهود الحقيقه لا كسبا. لما ترى بقى إن حالتك في الاستقامة دي أنها بفضل الله لا باجتهاد نفسك. تشهد الحقيقة. الحقيقة إن هو فضل الله عليك لا اكتساب نفسك أنت. ولا هتبقى زي قارون إنما أوتيته على علم عندي.
هو قارون قال كده. قال ده باجتهادي بذكائي، وهو اجتهادك اصلا ربنا اللي خلقه، وهو ربنا اللي قواك عليه. وعشان كده استقامة الأحوال تكون بإيه؟ يعني لما ربنا يثمر لك أحوال في قلبك، اعرف إن هذه الأحوال بمحض الفضل من الله لا بسبب استقامتك في الأعمال. فهمت إزاي؟ فلا تعتقد أنها اكتساب منك، وإلا كان هذا حظ للنفس. ما هو شوف، وكان الإنسان ظلوما جهولا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. ظلوم ليه؟ لأنه ينسب ما منحه الله لنفسه وهو لا يملكه، يبقى ظالم. ما هو الظالم اللي هو ياخد ما لا يملكه. الوقت أنا لما أخد حاجة بتاعتك مش أنا أبقى ظالم؟ أنت تملك هذا الشيء، خدته أنا وقلت شوف الموبايل ده بتاعي وهو بتاعك، يبقى أنا منظري إيه قدامك؟ ظالم مغتصب، صح؟ فالإنسان لما يوفق في أداء الأمانة اللي هي العبادات والطاعة ومراد الله منه، يوم يقول إيه؟ الحمد لله استقمت، وينسب الاستقامة لنفسه وهو لا يملكها، يبقى ظلوم. مش كده بس، وجهول ليه؟ لأنه لم يرى فضل الله، يبقى ظلوم وجهول. فلا تكن هذا الإنسان الظلوم الجهول. ولكن إذا أثمرت العبادات بعد كونها على مقتضى العلم وأنها فيها الإخلاص والمداومة، سوف تثمر أحوال في القلب من الرضا والمحبة والشوق والأنس بالله عز وجل. هذه الأحوال كثيرة، وتفويض وتوكل وإشفاق وإخفاء، أحوال كثيرة في القلب تتولد في القلب. فأعرف أن الأحوال دي، ما تقولش آه باجتهادي منذ 40 عاما لم يفت تكبيرة الإحرام في المسجد، آه باجتهادي. لا بقى يا شيخ، ده أنت رجعت هتبتدي من حيث، يعني من حيث ابتديت، يعني هتنتهي وتبتدي. عامل زي حمار الراحة، عارف حمار الراحة؟ الحمار اللي في السائل يفضل باستمرار ينتهي من حيث بدأ، ينتهي من حيث بدأ لحد ما يموت وما انتقلش من مكانه. فهمت ازاي؟ مجهود وعلى الفاضي. عشان كده لازم، عشان كده بيقول لك ايه بقى؟ استقامة الأحوال وهي شهود الحقيقة لا كسبا، تشهد ثمرتها في قلبك أنها من فضل الله لا بجهدي وعملي. فهمت ازاي؟ ده من فضل الله عليك، مش تشهدها كده يعني تقولها بلسان، ده تقولها بقلبك مقتنع بكده. فهمت ازاي؟ ورفض الدعوة لا علم. الدعوة يعني ايه؟ انك تنسب الشيء لمن لا يملك. دعوة ادعاء، مش المدعي عليه بينة؟ البينة على المدعي واليمين على من أنت. انت بتدعي انك مستقيم، واخد بالك ازاي؟ فتنسب بعد كده الاحوال لنفسك، تبقى مدعي. طب اثبت بقى ان الاحوال دي اصلا جت بجهدك، اثبت. هو انت اصلا مالكش جهد، دي المسألة كلها لا حول ولا قوة الا بالله، يبقى ظلوم. إلهي من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ شايل كده في الايه؟ في الحكم، في المناجاة. من كانت حقائقه دعاوى، لأنه لا يملكها. حتى الحقائق التي تتولد في قلبك وسرك وروحك في طريقك إلى الله فهي من محض الفضل إلى الله. إذا كانت هذه الحقائق بتدعي أنك أنت شعرت بها، فما بالك بما إيه؟ بدعاويك التي لم تتحققها، بل سمعتها من غيرك وبتكررها، وانت اصلا ما دقتهاش. من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاويه دعاوى؟ وربنا هيطلب منك البينه، والبينه على المدعي واليمين على من انكر. هتجيب له بينه منين؟ هتحرج نفسك. زي ما الراجل اللي جاء العابد اللي عبد ربنا مش عارف 100 سنه ولا 50 سنه، وبعدين لما جابها في الاخره بيقول للملائكه، بيقول لربنا ادخل الجنه بعملي، يقول له ادخل برحمتي، قال له بعملي.
قال له عملك؟ قال له طار. قال له عمل إلى معصاك 100 عام. قال له طيب حاضر، يجيب بقى عبادتك دي كلها وتحط قدامها نعمة البصر بس. فحط الأعمال بتاعه نعمة، فطاشت الأعمال، يعني حتى ما أداش نعمة واحدة، ده لسه عندي نعمة السماء ونعمة التوفيق ونعمة القوة ونعمة هدوء البال وصلاح الحال والهداية والمداومة، نعم كثيرة. فلما لقى نفسه كده أحرج نفسه، ما هو أحرج نفسه، قال له برحمتك بقى يا رب، لا أنا ما كنتش عارف الحتة دي معلش. لأنه مبين على إيه؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. عشان كده النبي اللي هو أكثر الناس أعمالاً وصلاحاً واستقامةً يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، حتى أنس إلا أن يتغمدني الله ويجي رحمته. علشان كده النبي يقول لك إيه؟ ورفض الدعوة لا علم، مش ترفض الإدعاء ده بمقتضى العلم، لا بمقتضى الحقيقة، يعني مقتنع. مش علشان الشيخ قال لك الكلام ده تقول آه لا ده كله من فضل الله، لكن أنت من جوه نفسك تقول هو يعني احنا لازم نقول كده، الشيخ يقول بالادب نقول كده، لكن الحقيقه برضه انا راجل طيب ما ينفعش الكلام ده. يبقى انت ايه بتقولها بمقتضى العلم لا بمقتضى التحقق، ده لازم انت تبقى عايش، تبقى عايش هذا المعنى، مش بتقوله بمقتضى ان الشيخ قال لك كده ما يصحش قناعه. طب نقول كده ما يصحش معلش بقى خلي الامور تمشي، لا ما ينفعش يا سيدي، ده لازم تتحققها، فهمت؟ تشعر بيها، يبقى عايش. اذا كان سيد الخلق ربنا بيقول له ايه؟ ليس لك من الامر شيء. عايز انت يبقى ليك من الامر شيء؟ سيد الخلق اللي خلى مفتاح الجنه في ايده، ولا يبدا الحساب الا بشفاعته، ولا تفتح الاكوان من العدم الا بارساله رحمه للعالمين، اللي هو للاكوان اليد العليا التي هي خير من اليد السفلى، اعبد الخلق، أفضل الخلق، أكرم الخلق، ربنا بيقول له ليس لك من الأمر شيء. أنت تقول لا أنا ليا. لا مين أنت يا أستاذ؟ أنت رحت فين أنت يا أستاذ؟ يا سفر في الأكوان. فهمت؟ إذا كان هو سيد الخلق بيقول له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء. يقول إيه؟ قل إن الأمر كله لله. فعايز تدعي بقى وتقول إن الأمر ليا أنا. فهمت؟ فعلشان كده لازم تعرف. تكون عاقل في علاقتك مع ربك، تعرف قدرك. انت ايه وربك ايه؟ ما تعاملش ربك بالنت. في ناس كده صلى الفجر الصبح وبعدين ماشي بعد كده رايح الايه الشغل يعمل حادثه من العربيه، يقول له كده بعد ما صليت لك تعمل فيا كده بعد ما انت بتعامل ربك بالنت دي هو ند ليك. مش في ناس بتعمل كده؟ جهل. مش لسه مصلي لك الصبح؟ يعني تعمل فيا كده؟ انت ايه بتعامل ربك الند بالند يا استاذ؟ ده انت عبد. فهمت؟ علشان كده لازم ناخد بالك، ليس لك من الامر شيء. قل ان الامر كله لله. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فهمت؟ يبقى ورفض الدعوه يعني ترك نسبه الشيء لنفسه. ادي معنى رفض الدعوه، يعني لا ينسب شيء لنفسه. يقول بذكائي بحرصي انا فهلوي. فهمت؟ ده انا فاهمه طيب. طول النهار قاعد يقول انا انا انا. ما ينفعش كده يا استاذ. وما بكم من نعمه فمن الله. مش كده برضه؟ يبقى ترك الدعوه ورفض الدعوه لا علم، لا بمقتضى العلم بمقتضى التحقق. فهمت؟ ما هو العلم كل الناس عارفاه، لكن هل كل الناس متحققه بالعلم ده؟ والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا. البقاء يعني أن تستمر متيقظا مع مولاك. شوف ازاي؟ يعني غير غافل عن مولاك. لا تحفظا ليس تكلفا. يعني ما يبقاش ذكرك لمولاك تكلف، بل يبقى فطرة فيك. اللي هو عبر عنها الشاعر لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وانا ناسي. فهمت ازاي؟ يعني صار ذكر الله فيه سجيه، حتى لو نسي يلاقي نفسه بيذكر. لقيت روحي في عز جفاك يعني في عز جلالك.
لأن الله له تصرفات جلالية شديدة على النفس. فهمت ازاي؟ لقيت روحي في عز جفاك بفكر في جمالك وانا ناسي. جفاك يعني جلالك. رأيت نفسي في عز جلالك أفكر ومتعلق وآمل في جمالك وأنا ناسي. فيتعامل مع الله في الجلال والجمال. فهمت؟ فلا يصده الجلال عن الجمال ولا يشغله الجمال عن الجلال. سجية فيه لا تحفظا مش تكلفا. فهمت بقى المعنى؟ كلام مهم طبعا. يعني تفضل تواظب 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 مع مولاك لحد ما تبقى العبادة عندك والأنوار في قلبك سجية جاية كده بلا تكلف جاية لوحدها. فهمت ازاي؟ يعني معناه عايز مواظبة ونيران واستمرار ومراقبة والبقاء مع نور اليقظة. نور اليقظة يعني ايه؟ ألا تغفل عنه. ألا تغفل عنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ينام قلبي عيني ولا ينام قلبي. ينام عيني أو تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظا، يعني لا تكلفا. الدرجة الثالثة درجة الواصلين. اللي يصل ما هو المستقيم ده معناه ماشي على صراط. اللي وصل ده هيدور بقى ويفتكر المشي ولا أول ما بيوصل بينسى المشي والمجهول؟ فينسى الاستقامة. يعني ينسى الجهد اللي بذله لأنه لا يشعر أنه بذل شيئا أصلا. الذي بذل هو الله والذي وفق هو الله، فينسى استقامته ويعيش في محض فضل الله. فهمت بقى ازاي؟ ادي المعنى. علشان كده قال لك ايه؟ الدرجة الثالثة استقامة بترك رؤية الاستقامة بالغيبة، يعني بالغيبة عن المجهود، بالموفق لإيه؟ للجهد، بالغيبة عن الشهود. فهمت ازاي؟ بالانشغال بالمشهود، بالغيبة عن حتى الحب، بالانشغال بالمحبوب. فهمت بقى المسألة؟ لأن أنت لو وصلت إلى المراد لا يشغلك وسائل المواصلات التي وصلتك. خلصت. مش هتنشغل بيها بقى. خلصت. بل هتنسى حتى كل حاجة. لما تلتقي بالحبيب والمحبوب تنسى حتى كل جهد وعناء بذلته في الطريق. فهمت ازاي؟ فتنسى الاستقامة. لأنك لو لسه فاكر الاستقامة يبقى نفسك فيها بقية. وطالما نفسك فيها بقية لن تصل إلى رؤية الإيه؟ المشهود، لأن المشهود لا يشهد معه شيء. فهمت بقى؟ هو أذان؟ طب يلا الأذان وبعدين نكمل السطر. عشان هنا الناس يزعلوا قوي لما يفوت 10 دقايق. يقول الشيخ الدرجة الثالثة في باب الاستقامة استقامة بترك رؤية الاستقامة. استقامة ايه التنوين ده؟ يقول لك التنوين للتعظيم. التنوين للتعظيم والتنكير للتعظيم. شوف قد ايه عظمة بقى. نكر ونور يعني استقامة عظيمة جدا. اللي يفهم اللغة بقى يفهم. استقامة فجايب الاستقامة منكرة منونة. يعني ايه؟ يعني عظيمة جدا. استقامة معظمة جدا متوفر فيها جميع الشروط التي يحبها الله. فيقول لك استقامة بترك رؤية الاستقامة لأنه من رأى أنه بذل مجهود فقد رأى نفسه فاعلا. فهم؟ فكيف يصل للشهود وما زال شاهدا نفسه؟ اترك نفسك تجدني. مش كده؟ طول ما انت مشغول بنفسك لا تجده.
اترك نفسك تلد. وعلشان كده اقول استقامكم بترك رؤيه، ترك يعني تجنب، بترك رؤيه الاستقامه، لان الاستقامه اذا رايتها رايت انك فاعل وانك مجتهد وانك وانك، يبقى ما زلت مخاطبا، يعني ما زالت نفسك موجوده. فهمت؟ بالغيبة عن تطلب الاستقامة بشهود إقامة الحق وتقويمه عز وجل. بالغيبة عن تطلب الاستقامة، يعني عن إيه؟ عن تكلف الاستقامة. تغيب عن ذلك، فلا تنسب الأشياء لنفسك، ولا تنسب النعم لك، ولا تنسب الفضل لك، بل كل الفضل من الله يؤتيه من يشاء. فإذا زاد عليك في الفضل ازددت شكرا وافتقارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقيم الليل حتى تتورى قدماه، فيقول له: غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كلما رقى كلما اجتهد أكثر صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هذا يتطلب زيادة شكر. طب وإزاي توصل للحكاية دي؟ إزاي تغيب عن رؤية الاستقامة وأنت في كمال الاجتهاد والجد؟ كيف تغيب؟ أنك ترى أنك قائم به، فترى قيوميته. ما بيقول لك الوسيلة اللي توصلك لكده إيه؟ بشهود إقامة الحق وتقويمه عز وجل، يعني ببدل اسمه القيوم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب؟ فالقائم بك هو الله. فإذا وجدت أن القائم بك هو الله، غبت عن رؤية كل جهد بذلته، لأنه في الحقيقة هو الذي قام به، وأنت ما كنت إلا حجاب لقيوميته. كأن قيوميته انتقبت في حجاب عبوديته. فإذا فتشته لا تجد شيئا، ووجد الله عنده فأوفاه حسابه. سراب العبودية دي في الآخر تجدها سراب لا وجود لها أصلا، لأنك ما عبدته إلا بقيامك به، فهمت؟ بقيوميته. يبقى كلما شهدت قيوميته كلما وصلت لحقيقة استقامته. وعشان كده تكثر من ذكر ايه؟ حي قيوم، حي قيوم، حي قيوم، تعملها ورد، تكثر من هذا حتى تصير حياتك به وقيامك به. وعشان كده من ضمن اوراد الساده الشاذليه: حي قيوم، حي قيوم. من ضمن الاوراد، ومن ضمن الاوراد ايضا الله الله الله، لأن الله فيها مجموع هذا كله. ومن ضمن الأوراد أيضا هو، لا إله إلا هو، فهو ضمير الأكوان وحقيقتها سبحانه وتعالى. دون اتصال ولا حلول، حيث أنه لا نسبة أيضا حتى ينتقل فيحل، حيث لا وجود شيء معه. اللي يقول لك ده كده يؤدي إلى الحلول، ده عقلية مريضة طفولية تظن أن هناك شيء مع الله منفصل عن الله فالله يحل فيه. دي عقلية مريضة، لا يوجد شيء أصلا مع الله. فهمت بقى إزاي؟ بل كل شيء بالله، فلا يتصور حلول ولا انتقال. فهمت بقى المسألة؟ لكن دي مراتب ترتقي فيها النفس، فترى الحقيقة من وراء ايه؟ من وراء حجاب البشرية. كما رأيت الرسالة في النبي من وراء حجاب بشريته. هناك من رأى، من لم يرى إلا البشرية فكفر به، وكأن الله جعل البشرية حجابا لأفعاله ومراداته سبحانه وتعالى. فإذا انطلقت من وراء هذه الحجب ما وجدت إلا الله. كان الله ولم يكن شيئا معه والآن على ما عليه كان. فهمت بقى المسألة؟ هي دي شهود الحقيقة حقيقة. والله تعالى أعلى وأعلى. سيدنا أبو علي الدقاق
شيخ عبد الكريم القشيري. شيخ عبد الكريم القشيري صاحب رسالة قشيرية، كان أبو علي الدقاق رئيس، كان يقول إيه؟ كنا قلنا الكلام ده في الرسالة القشيرية زمان لما كنا بنشرحها. كان يقول إيه بقى؟ الاستقامة لها ثلاث مدارج. ده كلام سيدنا أبو علي الدقاق. الاستقامة لها ثلاثة مدارج. أولها التقويم، ثم الإقامة، ثم الاستقامة. يعني الأول تقوم حالك وأعمالك، تقومها على وفق شرع الله. كويس؟ التقويم، ثم الإقامة. والإقامة هي تهديم النفوس. يبقى التقويم ضبط الأعمال، والإقامة تهذيب النفوس، والاستقامة تتعلق بقى بالأرواح. فهمت بقى؟ يبقى الاستقامة هي تقريب الأسرار إلى بريه، حيث أنها تجد الأسرار وهي روح الأرواح أنه لا موجود إلا الله، فتصل لحد الفناء. فهمت؟ ده كلام من سيدنا أبو علي الدقاق. نسأل الله أن يحققنا بحقائق خير القرب ويسلك بنا مسالك أهل الجزاء. اللهم وفقنا وسائر المسلمين والمتواضعين، وقنا السوء واقهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم السلام.